مطبخ وتدابير دداح، سرقولها قناتها ولا باعتها؟ وراي تقول باللي سرقوا لي قناتي، كلام كلام بزاف بزاف راهو راهو يدور يدور وسمعناه. وسمعناه، بصح بصح الحق الحق راهو راهو بان، بان والحمد والحمد لله. لله. اهلا بكم ومرحبا بكم معنا اليوم في قناة ايا اسيل تي في. نتمنى ان شاء الله كامل متتبعي هاد لا فيديو هدية تكونوا كاملة بخير، مهنيين وبصحة وعافية. حبيباتي، كما سمعتوا في بداية الفيديو، هذا كلام من قال على الاخت دادح. للاسف الشديد الناس هادوك ربي يهديهم فارغين شغل، ما لقاوش يهدروا قالوا هذاك الكلام، لكن الحمد لله ربي سبحانه بين الحق ونصرها على الظالمين، والقناة تاعها رجعت لها بفضله تعالى. حبيباتي سمعوا معايا هذا المقطع هدايا، ومن بعد ان شاء الله رانا رايحين نكملوا كلامنا باذن الله. مصطفى، اجتماع عند صوتك ناريما انت. اجتماع. هانا هنا، فازي. خلاص كامله راكو في الكوزينه ولا على بالي شويه. كنا اجتماع قدام بي سي في لا شومبر تاع لي زونفون. فوالا ليسونسيال، حبيت نقول لك كل شيء. مبروك عليك، قناتك رجعت. قولي ماما، والله اقسم لك بالله العلي العظيم، غير القناة تاعك رجعت لك. يو 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 يا عمري يوسف ولا تلقى ميرسي نريمان، ميرسي بوكو، روحي ربي يعيشك يفتح عليك ان يعيشك يعيشك، يعطيك الصحة. الله يعطيك، والله متت منك، يعيشك والله طاطا، يعطيك، متت منك. جنوبيري يعيشك جامي، يعيشك طاطا، جنوبيري والله جامي، معايا بلانزية والله بلانزية، يعطيك، متت منك. على بالك قلت يعيشك. لك جو في فيغ ان لايف. وأخيرا وأخيرا الحمد لله يا ربي، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. بعد 3 شهور البنات، بعد 3 شهور من اللي تسرقت قناتي، أراد الله سبحانه وتعالى أنه اليوم في 26، البنات راحت في 26 أوت ولات في 26 نوفمبر، الحمد لله رب العالمين. أهلا بكم البنات في القناة اللي بنيناها كيف كيف ونجحنا فيها كيف كيف، الحمد لله. وش نقول لكم البنات، تقدروا تقولوا هاد لا فيديو سي اون فيديو دورجونس، درتها لكم باش نعلمكم كيما وعدتكم انه اللحظة اللي تولي فيها القناة راني نخبركم. والحمد لله جا هذا اليوم اللي انتظرته، هي صح 3 شهور لكن بالنسبة لي راهي 3 سنين. وكل تفاصيل وحكاية تهكير قناتي راح نقول لكم عليها بالتفصيل، وراح تلقاو المعلومات والتفاصيل عند الانسانه يعني اللي كانت رافقتني في هذا المحنه، ناريمان من قناه ايا اسيل، هذه القناه اللي نعرفوها كامله. وبالنسبه للناس اللي ما تعرفهاش راح نخلي لكم الرابط تاع الفيديو يعني في صندوق الوصف. سمعتوا واش قال ستاتا داداح؟ شفتوا ردة الفعل تاعها؟ في ميزكم واحد باع قناته يدير رياكسيون كيما هادي، لازم نكونو لوجيك ونهدرو كلمة الحق. تاتا داداح مسكينة عانات، ظلموها وسرقولها القناة تاعها، فجأة قناتها ولات ما تقدرش تتحكم فيها، ناس واحد اخرين يدخلوا لقناتها ويديروا فيها رايهم وهي تشوف بعينيها وقلبها يتحرق. ولكن الحمد لله ربي سبحانه نصرها وقناتها رجعت لها الحمد لله. الو حبيباتي، ما بقى لي غير نقول لكم المره الجايه ان شاء الله هاني رايحه نحكي لكم مختلف الخطوات اللي انا تبعتها باش قدرت نرجع لها القناه. على بالي بلي طولت عليكم، بصح سمحوا لي عندي ظروف حاليا اللي على جالها ما قدرتش نحكي معكم هاد التفاصيل هادوما، لانه لازمني نحكي لكم باش هكذا الاخوات كامل اللي عندهم قنوات يوتيوب يردوا بالهم يديروا حمايه القنوات تاعهم وكل حاجه. ما انتم راكو رايحين تعرفوا اكزاكتومون واش صرا لي مطبخ وتدابير داداح قناتها. الو حبيباتي نقولكم تهلاو في رواحكم، تحياتي اليكم وسلام، دمتم في رعاية الله وحفظه.